هلو هلو، النهاردة عندنا طبق مش بس شكله وطعمه حلوين، ألوانه كمان جميلة، كمان بينفع للناس اللي بتحب تاكل أكل صحي أو اللي عاملين الكيتوجينيك دايت. بندفع فيه فلوس كتير قوي لما بنروح ناكله في أي مطعم برا، بس احنا بقى هنعمله في البيت وهيبقى أحلى كتير من المطعم. هنعمل النهاردة فاهيتا الفراخ بالطريقة المكسيكية. تا 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 تا. أول حاجة هنحتاج 1/2 كيلو صدور فراخ مخلية، كمان فلفل الوان لو عايزين تستعملوا اخضر بس مفيش مشكله، بس الفلفل الالوان بيدي لون وطعم حلو للطبق. كمان بصلايه متوسطه وكمان ليمونه، معلقه صغيره بودره ثوم، 1/2 معلقه صغيره بودره بصل، معلقه صغيره اوريجانو او زعتر، 2.5 معلقة بابريكا، ممكن كمان نبدل 1/2 طبق شطه هيديها طعم زياده كده ومش هتبقى سبايسي قوي، ما تخافوش. 2 معلقة صغيرين كمون، 1/4 معلقة صغيرة فلفل اسود، 3 معالق كبار زيت زيتون، وكمان عيش التورتية ده اللي هيتقدم فيه الفاهيتا طبعا للناس اللي مش عاملين دايت. نبتدي نشتغل بقى. اول حاجة هنمسك صدور الفراخ، احاول ان انا اقسمها 2/2 بس كفاية، مش عايزها رفيعة قوي عشان ما تنشفش مني. هقطعها كده، هضغط عليها وبالسكينة من الجنب ابتدي امشي بيها لحد ما يتقسم معايا كده. تمام، خلصنا تقطيع الفراخ، نبتدي بقى نجهز التتبيلة. هننزل الاول بزيت الزيتون، بودرة الثوم، بودرة البصل، الاوريجانو، البابريكا، وكمان الكمون والفلفل الاسود. هنحط ملح على حسب الرغبة، ممكن نحط 1/4 معلقة، وبعدين هنعصر الليمونة ونقلبهم كويس. هشيل حوالي 1/2 معلقة من التتبيلة على جنب علشان هتبل بيها الخضار، وبعد كده هتسل بقى بالفراخ في باقي التتبيلة واقلبهم كويس، واحاول بايدي اعمل لها مساج علشان الانسجة بتاعت الفراخ تبتدي تتشبع بالتتبيلة. انا مش محتاجة انقعها ولا حاجة، انا بس هسيبها على جنب عقبال ما اقطع الخضار بتاعي، يعني حوالي 5 دقايق هبتدي بقى اقطع الخضار بتاعي. هبتدي بالفلفل الاول، انا عندي الفلفلية هنا كبيرة، فانا هاخد حوالي 1/3 الفلفلية من كل لون، هتقضي معايا الكمية بتاعتي. هشيل الاول العروق البيضة عشان دي بتمرر معايا، وبعدين اقطع الفلفل شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده 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 كده، واكمل بقى بقية الالوان بتاعتي الاصفر والاخضر، وكمان هقطع البصل برضو شرايح رفيعة. هاخد بقى الخضار بتاعي واقلبه مع معلقه التتبيله اللي انا كنت شايلها على جنب. الالوان ايه، تفتح النفس من قبل ما حتى نطبخها. كده خلصنا الخضار بتاعنا، يلا بينا بقى على الجريل. اتاكد ان الجريل بتاعتي سخنه، بعدين انزل بمعلقه زيت زيتون وادي صدمه للفراخ عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. لو مش عندنا جريل ممكن نستعمل طاسة عادي جدا، ما يقولش لا، بس الجريل بتديني كده سيرين مارك اللي هي بتعلم على الفراخ من الاخر. اول ما احس ان الفراخ اخدت الصدمه ولمت الانسجه بتاعتها ابتدي اوطي النار من حراره عاليه لحراره متوسطه، بعدين اول ما الاقيها ابتدت تغير لونها كده من الجناب اقلبها على الناحيه الثانيه، وبرده من نار عاليه في الاول تلم الانسجه وبعدين اوطي النار لنار متوسطه. خلي بالكم ما نقعدش نقلب الفراخ كذا مره عشان تفضل محتفظه بالسوائل اللي فيها فتفضل طرية من جوه. هي تقريبا هتاخد حوالي 5 دقايق على كل جنب كده. تمام، دي العلامة اللي بقولكوا عليها، شايفينها؟ خلصنا بقى الفراخ بتاعتنا، في نفس الجريل هنزل بالخضار، هديله تشويحة كده، انا عايزاه يفضل مقرمش يعني ما سويهوش لحد ما يدبل خالص، يدوبك بس تقلبتين كده على النار وبس. كده خلصنا الفاهيتة بتاعتنا، مفيش اسهل من كده طبعا. هروح بقى اجهز الطبق واوريه لكم. يا الواناته يا حركاته، جميل جمال ملهوش مثال. هنقدمه كمان زي ما بيتعمل بره مع شرايح الخس والجبنه الشيدر المبشوره، الساور كريم، وكمان الجواكامولي اللي هي سلطه الافوكادو. لحد دلوقتي من غير الاضافات ديت هو ينفع صحي جدا وينفع كيتوجينيك. تعالوا بقى نشوف النسخه للناس اللي مش عاملين دايت زي حالتي كده. حطيت انا بقى الفاهيتا بتاعتي
في العيشة التورتية وحطيت عليها من كل الحاجات اللي كانت حواليها دي. وهدوق بقى واقول لكم ايه الاخبار. بيرفكت، حلوة جدا، جربوها بجد، احلى من بتاعه بره كمان. متنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لي سبسكرايب واللايك وكمان شير. باي باي.